يعني اقدر اصرف الشيك بعد يومين ان شاء الله. طبعا طبعا تصرف شيك، بس نكتب المبايع. لا يا استاذ سعد، الله يطول لي عمرك ويسلمك، انا لا يمكن اني اكتب المبايعة لين انا اصرف الشيك. ايه بس الشيك معك الحين ويعتبر مبلغ واصل. لا تحرجني يا استاذ سعد، الحقيقة اذا صرفت الشيك واستلمت المبلغ ما عندي مانع. ايه بس يا اخ سليمان، الحين ترى السيارة تعتبر سيارتي، صح ولا لا؟ صح، طيب دام انها سيارتي على الاقل اكتب لي تفويض بقيادتها. إذا كان تفويض بالقيادة فأنا ما عندي مانع. الله يسلمك ويطول عمرك أستاذ سعد. اخوي سليمان لو تكرمت بس توقعنا على التفويض. إن شاء الله أخوي، أنتم ما أسرعكم. تفضل شوي أخوي محمود. تسلم، كتبتوه بسرعة ما شاء الله عليك. كل جاهز، شغلنا كله جاهز. اسمح لي أقراه. تفضل، حق 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 واجب. ثقة ثقة يا سليمان يا أخوي، كل شيء نسويه احنا ثقة. ما شاء الله عليك، جاهز في شغلك ومرتب. الله يسلمك. انا حاسس انه واضح من شكلك انك مرتب. النجاح ما يجي من فراغ يا سليمان يا أخوي. هنا هنا، مبروك. الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك. الله يطعمك من خيره ويكفيك شرها. الله يسلمك. الله يسلمك. تغدى تغدى سوى يوم. لا مشغول هاليوم. اي والله. الله يسلمك. اي والله. ما ودي اكلف عليك. الله يسلمك. حياك الله. في امان الله. زارتنا البركه. الله يبارك فيك. اجعلها ان شاء الله بدايه خير. عفوا تعطوني ورقه منها ولا هذا تفويض خليه؟ لا لا خلها تفويض، معنا هذا احنا نرتب الامور وكل شيء ان شاء الله يكون سهل. مع السلامه. اهلا وسهلا فيك. تغدى اليوم. لا تسلم. الله يسلمك. الله يحييك. حياك الله. حياك الله. اخوي محمود تعال تعال، لا تجيني من هنا، دائما اذا صار عندنا ضيوف ولا صار عندنا مراجعين لا تجيني من هنا. اقعد هنا. حاضر حاضر. شف اي، ضف لي سطر. ايوه على هالورقه لي. اي اي، ضف لي سطر هنا. ايوه، ومن حق المشتري. ايوه ها. ايوه، نقل. ايوه، الملكيه. ايوه، والتصرف بكامل السياره. حاضر ها. حاضر. اصبر اخوي، اصبر اصبر اخوي محمود. حاضر. تصرف بكامل وشو؟ الملكية. لا ايش الملكية؟ دائما تتصرف، دائما تتصرف، ما لها. اشكر شوي، افهم الامور. حاضر. وبعدين راح. حاضر. قلنا وين وصلنا احنا؟ من حق المشتري. ايوه. ها؟ أيوة. نقل الملكية. ايوه. والتصرف. ايوه. بالسيارة. حاضر. يبقى اصبر، الله يرحم والديك يا محمود، ما قلنا شيء. اكتبها. ايوه. حاضر. واكتب المشتري. ايوه. ها؟ هذا المشتري. ايوه. ها؟ حط اسمي وهذا توقيعي. طيب حاضر. حاضر. اصبر 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 يا محمود. حاضر يا محمود اصبر. حاضر حاضر. الله يسلمك ويخليك. خلنا نشوف، نخلص امورنا ونخلص كل امور بعدين نسوي اللي تبي تسويه. حاضر. اصبر اصبر يا محمود. حاضر. يا محمود اصبر. حاضر. حط بعد ما تخلص كل هالسطر اللي تبي تضيفه، حط الختم حق المؤسسه وصدق توقيع الموظفه التجاري. حاضر. الله يسلمك. هلا يلا. حي محمود. حي. لا اخوي سليمان، الكلام هذا مو صحيح ابدا. اخوي سليمان، انا رحت بفك اسهم ترى، بس يا اخوي سليمان لقيت الحقيقه تبي تكسرني كسره ما هي بسهله. تكسرني كسره يا اخوي سليمان بما يعادل سيارتك مرتين. ترضى؟ ما ترضى. قلت انا اجلها شوي، والاخ سليمان اعتقد انه يعرف مع من يتعامل، يتعامل مع ناس ثقه، صح ولا لا يا سليمان؟ وش ذا الكلام يا استاذ سعد؟ وشلون أجل شوي؟ شهر 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 غدي أتحرك الأسهم وأعتبر فلوسك واصل. أفا أفا سليمان، شكك فيني يا سليمان، شكك فيني. حشا حشا يا أستاذ سعد، أنا ما شككت. سليمان أعتبر فلوسك عندك يا سليمان. الله يسلمك. أفا. الله يسلمك يا أستاذ سعد، بس أنا رحت للبنك وقلت لهم عشان نصرف الشيك، قالوا إنه الرصيد ما يغطي. وبعدين تقول لي الحين شهر وانت موعدني يوم يومين ونخلص، وشهر شهرين انا ما اقدر. اخوي سليمان عارضه اسهم للبيع. اخوي سليمان عشان موضوع، انا اتصلك محمود. اتصل محمود. لا طال عمرك. لا 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 اتصل. مصدق مصدق. عارضه للبيع، عارضه للبيع. لا حول. بس فيها خساره، فيها خساره. ما ترضى اخوي سليمان، بترضى لي بالخساره؟ لا والله يا استاذ سعد انا ما ارضى لك بالخساره، لا والله.
بس طال عمرك انت خابرك تقولي انك تملك نصف وادي حنيفة الشمالي منه، عندك مشاريع وتريلات وقلابيات وعندك ذا الامور كلها، طال عمرك ما اتوقع انك تعجز عن مبلغ السيارة. عندي 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 خير، عندي خير، ماني بقول لا عندي خير، بس مشكلتي مالك الامباثرة قصور ثابتة. اخوي سليمان، اخوي سليمان عندي انا مزارع، عندي تريلات، اسهم، عقار. والحل الله يسلمك، ترى انا ما بعت سيارتي الا لاني رجال محتاج طال عمرك. شهر شهر اخوي سليمان وفلوسك عندك. السلام عليكم ابراهيم. وعليكم السلام، مرحبا اخ سليمان. الله يحييك. حياك الله. الله يبقيك. كيف حالك؟ سلمك ابوي. اجل تبون الراتب؟ مالنا غنات عن الراتب. سم يا ابو. تسلم. وقع لي طال عمرك في ذي، في ذي الله عافيك. عافاك. سم، عدها يا ابو. تسلم. وعليكم السلام والرحمة. بقصد الله. إن شاء الله. سلام. سم. سلام. الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. هلا والله سليمان، كيفك طال عمرك؟ كيف الحال؟ الله يحييك. بقصد. إن شاء الله. بسم الله. عفاك، شكرا. ما هلفتني انا، بديت محرج اول ما بديت محرج يوم الحراج. حراج ما شاء الله عليك. ما شاء الله. ما فيه، ما فيه وغانم، ما في شغله تخطر في بالك ما اشتغلت فيها. بعد ما اسس نفسي شوي 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 شرد لي قلابي، ترى قلاب خير. قلابي قلابي خير. وشوي من هنا وشوي من هنا توفقت لي. كوبري كانوا يبنونه باطراف الرياض، اشتغلت معهم، اشتغلت معهم يمكن سنة سنة سنة، وطلعت من وراء العملية بأربع قلابيات. من ذا الأربع قلابيات بدأ الخير. ماشي. تكبكب علينا ذا الخير من كل جهة. القلابيات توسع إن شاء الله. زادت التجارة من هنا ومن هنا ومن هنا. الحقيقة شوف في شغلة واحدة بس. أيوه. الاسم. السوق يبي اسم. ويبي متابعة. الحمد لله. شعارنا الحين، شعارنا الثقة. الثقة ولا غير الثقة. غير الثقة ما ندور. الثقة والوضوح. أقول دائما تشوف سيارتي. سيارتك أنا شفتها، شفتها وأنت توك جاي داخل المكتب. زين. أيوة. سيارة. سيارة. شفت كيف؟ سيارة. كشخار. كشخار زينة. بس أقول أخوي غانم، غانم ترى يعني في شغلة صغيرة ودي أقول لك يا أبي بموضوع السيارة. وش بك؟ وش بك يا اخو؟ ايه؟ وش بك ناظر السيارة ده؟ اخو، ايش فيك؟ حياك الله. الله يحييك، هلا والله. اخوي السيارة هذه سيارتي اخوي. لا يا اخوك سيارتي هذه. شو سيارتك؟ توي شاري. لا لا موجود حتى الاستمارة هنا. سيارتي اخوي هذه سيارتي. الله يهديك يا ابن الحلال، هذه سيارتي، وش بك أنت مشبع عليها من أول؟ هذه الاستمارة. لا 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 لا، غير معقول، ما يمكن. انا كل اللي سويته جيرت خطابك له بالقياده بس، انما انه تصير السياره باسم. لا 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 لا، هذه اخر مستحيلات. صدقني يا استاذ سعد، انا شفتها بعيني، شفتها بعيني والاستماره معه. لا لا لا، هذا تلاعب. هذا انت تدري اني ما استلمت حقها الى الحين يا سليمان، وبعدين يسوي فيني هالسوالف. لا 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 لا، فعلا في ناس كثير، في ناس كثير ما عندهم ذمة، معدومة الذمة منهم تماما. أنا على فكرة بشتكيه يا سليمان، الرجال هذا بشتكي وأنت تشهد معي على فكرة. أنا طال عمرك بشهد معك، ما عندي أي مانع أشهد معك، بس الله يسلمك تكفى طال عمرك. أنا هالشيك أذاني مل في مخباتي وأنا أدور بطال عمرك، بعدين أنا مليت من كثر هالديان، بدأ ما عاد يصفى من راتبي شيء أبد الله يسلمك، ومليتك اليوم في لوموزين ويوم أنا أمشي على رجلي، شوف لي حل الله يسلمك. ولا يهمك ولا يهمك، ما يصير إلا الخير إن شاء الله. يا هلا، صبحهم بخير. يا مرحبا. هلا حيا الله الاصدقاء. ما شاء الله بديت اشوفكم اكثر من اهلي. يا ابو ابراهيم
سم جزاك الله خير، عطني توقيع اوقع لو سمحت. سم لا 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 وقع فيه. سم اقول يا ابو ابراهيم. سم وزع عليهم الراتب بس بق لي 300 ريال للكهرب. خير ان شاء الله. حياكم الله، السلام عليكم، ان شاء الله الشهر الجاي نشوفكم. ان شاء الله. انا من عرفتك وانا شايف ان القراده من سلف لسلف، لكن هين انا اقدر اجيب حقي غصب عليك. 6 أشهر وانا طامر بذا الشيك من بنك البنك، اليوم تقول لي رحت راح حطينا فيه حساب وفي الاخير فالصو، وانا ونفسي اعرف شلون بعت سيارتي بس. هذا تفويض بيع سياره وعليه توقيعكم صدق. نصاب، انا ما كتبت هذا، انا كاتب لك تفويض انك تسوق السياره بس، وبعدين ذا السطر اللي انت مضيفه انا ما حطيته، لكن هين انا اوريك على غشك ذا اللي قاعد يصير. لا اجيب حقي غصب عليك. اقول انتظر بس. ماني منتظر. اقول انتظر ولا يكثر هرجك ولا اطول السالفه، وضف وجهك. اضف وجهي باختياري اذا بغيت. وجهك لا وجهك. هين اوريك. وجهك. الحقيقه التقرير اللي جاء من المختبر افاد ان السطر الاخير مضاف، ما معناه مزور. صح اخوي سليمان. سم انا لي 15 سنه بسوق اخوي سليمان. سم وعايش وعايش على ذا الصحاح، سوق رزق رزق من ذا الصحاح. اقزهم اخوي سليمان، اقزهم قز الصحاح ذولي، وشفتك وحاسبك واحد من ذا الصحاح. وطلعت سليمان اخوي، ايش كان اول يسمونك يوم انك صغير؟ يسموني الدابة السليمة. لا ما اصدقهم. الا والله. لبدن لبدن ما اصدقهم. ما اصدقهم. المفروض يسمونك مو بالدابة السليمة، المفروض يسمونك الحقنة المستديمة.